طيب طبخة لجارتنا. صحة وهنا، منيح اللي حبيته. بس أنا متأكد إنه طبخك أطيب. هلأ عم ندبر حالنا، بس بعدين ما بقي لك حجة. إن شاء الله بتطبخي بالليل وبتخلي الأكل بالبراد وبتسخني لنا إياه، بس تجي من الدوام وبناكله لاقي حل غير من إيدك ما عاد آكل أنا. حاضر. أيوة. وأنت شلون دروسك؟ عم أدرس بابا، عم أدرس. أنا ما بدي إياكي تدرسي وبس، بدي إياكي تدرسي وتستوعبي وتجيبي علامات ممتازة بالبكالوريا. إن شاء الله بابا إن شاء الله، بس. بس شو؟ أنتوا حرمتوني من المصروف وهالشي عم بيحرجني قدام رفقاتي، مع إنه أنا مضروبة بحجر كبير لأنه أنا بنت مديرة عامة. ما في مصروف لحتى تتحسن علاماتك. أنا مالي موافق على الحكي، قطع المصروف مو هو الحل. بس بيخليها تخجل على حالها وتدرس منيح لحتى يرجع لها مصروفها. لحظة ماجدة، لا تسوقي فيها كتير، أنت بالمديرية مديرة عامة على عيني وراسي، بس هون أنا الآمر الناهي، أنا اللي بقرر هون. برافو بابا برافو. يعني أنت لا تنبسطي كتير بابا، ما راح يرجع لك غير نص المصروف، وبس تجيبي علامات منيحة بيرجع لك المصروف كله. لوين؟ شبعت. إيه؟ من دول لما دول صحونه؟ أنا بدي لمهم مثل العادة، شو فيها إذا بنتك لمتهم شي مرة؟ قومي لمي الصحون بس تخلصي. أنا شبعت، بعدين عندي دراسة وبدي أروح. مطول لتشبع أنت؟ مو كتير. عجلك شوي مشان الله، والله ميتة من تعبي، بتفوت تسطح شوي. الحمد لله اللي خلصت قصة أمي وتحررت الإيد اللي كانت كامشني منها ماجدة، هلا صار في أشخط وعيط بالبيت مثل ما بدي إياها. شو صار معك؟ بابي شو؟ مطول؟ لا مو كتير، بس لخلص الصح. كله؟ بحب الكوسة أنا، بحب الكوسة. صحة حبيبي، صحة يا عمري. على مهلك ماما، على مهلك. طعمك بإيدي؟ لا تمام. صحتين. رح خلي نجاح كل يوم تطبخ لك مدام حبيت أكلة كتير لهالدرجة. أنا لازم أعرف مين بده يدفع على الفاتورة، وإذا سألته لهادي أكيد رح يكذب علي، لذلك ما في غير اقعد عندهم كم يوم مشان اكتشف هالشي بذات نفسي. ابو هادي وديع، شو بدك؟ ليش هيك عم تعيطي؟ لك شو صار لك؟ ساعه لا تغلي القهوه. هلا انا صار لي ساعه عم ساوي قهوه؟ ايه صار لك ساعه. خافي ربك يا مره، لك ما صار لي خمس دقائق. شو يعني انا كذابه؟ لا محشومه، انا ما حكيت هالحكيات. هذا اللي كان ناقصني باخر عمري تقول عني كذابه. بسم الله الرحمن الرحيم. أم هادي شو بكي؟ شو صار لك؟ هلأ ما كان فيك شيء؟ شو بتوصل بهالحكي؟ يعني أنا جنيت؟ لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. تعال هون، وين رايح؟ لو حصلت لك القهوة مشان تروقي. بطلت أشرب بطيخة أنا. طيب فهمنا، بطلتي على كيفك، بس ليش هيك عم تعيطي؟ تعا اسلخني كفين لشوف، تعا عوام. حضي بتستاهليه. نعم نعم. شو إليك؟ عم ترفع إيدك علي؟ ما لي عدت لك بالبيت ولا دقيقة. لك طولي بالك يا مرة واستهدي بالرحمن، وين بدك تروحي؟ انت ما دخلك. لك فهميني فهميني، ليش بدك تترك البيت؟ ليه هيك بدي اترك البيت؟ ما بدي اياك تستفرد فيني وتنزل فيني من الصبح للمساء على كفوف ورفس بالاجرين. لك وي على البلاء، لك انا مديت ايدي عليك، ما مديت ايدي عليك. لك قبل شوي مو قلت انا بدي انزل فيكي كفين ثلاثه لربيكي؟ لك انا علاك كنت عم امزح. لك هاي الشغله يا مقوص ما فيها مزح، الفرد اللي بده ينسحب بده يطقطق فيه رح تطقني انت. كنت لك شو طقك؟ ما طقك، ان شاء الله بتطقني عيوني اذا طقك. ان شاء الله طقك. روح عني، بدي روح. مالي قعدت لك في البيت ولا لحظة، فهمت ولا ما فهمت؟ يخرب بيتك يخرب بيتك من حالك، لساتني صبية بأول عمري بدك تجني علي، بدك تجيب لي الجلطة أنت. طولي بالك، طولي تروحي قتل أنت الثانية، يبليكي بدائس الضيقة بعرف ليه بالزور عم تفوت. مالي قعدت لك لا تخصب لي، مالي قاعدة روح. طولي بالك، لك يا مرة طولي بالك. روح عنا يا طولي بالك، هاتي الشنطة. ما بدي طول بالي بلا إيدي، مش عني أنا تربيت المنزلية ما بتسمح لي جيب لك الشرطة. روح طولي بالك، ما بدي طول ولا بدي أصر. روح روح أنا لعيا. الله لا يعطيني عافية، أنا ضروري مد إيدي عليها. لحمة بس والله ما مديتها، لا
لكن انا خرفت مفكر حالي ما مديتها وانا مديتها. لحمة لك 100,000. وين رايحة؟ واصل عند جارتنا نجاح اشرب عندها فنجان قهوة. شو ولا رايحة هيك لحالك؟ ليش ما قلتي لي؟ شو بدي اقول لك؟ تقولي لي انك رايحة تشربي قهوة عند نجاح، المفروض تاخدي اذن مني قبل ما تفتحي الباب وتمشي. معقول هالحكي اللي عم تحكي؟ لا هادي اكيد عم تمزح، ما عم تحكي جد. ورجيني لشو؟ عم تمزح ما؟ لا ما بمزح يا خانوم، ولا لانك صرتي مديرة عامة نسيتي الاصول؟ لا حبيبي مو هذا السبب. لكان شو السبب؟ السبب انه جارتنا الباب على الباب وانا ماني رايحة مشوار طويل لحتى اخذ الاذن من حضرتك. مجرد ما تفكري تطلعي برات البيت خطوة واحدة المفروض تاخدي مني اذن. بس هي مو أول مرة بروح فيها لعند الجيران من دون ما أخذ إذن. بعدين حبيبي أنت ما كنت تدقق بهيك تفاهات، شو اللي غيرك؟ هذا أنا ما تغيرت، بس يبدو حضرتك المنصب والعز والجاه غيروكي. طيب حبيبي هادي بتسمح لي روح زيارة صغيرة لعند جارتنا نجاح وأشرب عندها فنجان قهوة وادفع لحق الطبخة؟ هالمرة رح سامحك لأنك لبستي وجهزتي حالك، بس تاني مرة يا ريت ما تساوي. حاضر حبيبي، غيره بتأمرني شي تاني؟ ما تأخري. نص ساعة منيح؟ منيح. شكرا يا أحلى رجال بالدنيا كلها أنت، وش قلبي. أهلين مرت عمي، تفضلي تفضلي. يعني أنا ناقصني رعبات لأنه أنا آسفة مرت عمي بعتذر كثير. تفضلي تفضلي مرت عمي تفضلي. أهلين يا مو. لمين الشنتاي؟ إلي. خير يا مو خير، ليش جابتيها الشنتاي؟ ليش نطعتيها؟ شو في؟ متزعلة أنا وأبوك منه كلمة، مني كلمة. حردت جاي أقعد عندك كم يوم أنا. شبك فنجرت عيونك دغري؟ شبك خايف من مرتك يعني؟ وين بدي روح أنا؟ وين؟ بالأزقة؟ بالشوارع؟ بالجناين أقعد أحرد أنا؟ لا يا مو بالعكس، الصدر إليك والعتبة إلنا ولو البيت إليك يا مو، بس يعني ليش بتخانق أنت وأبي؟ بالليل بحكي لك. روحي روحي على زيارتك. لا لا أنا زيارة بقى، ما حلو أترك مرت عمي وروح على زيارتي. مرت عمي حبيبتي شو رأيك فنجان قهوة هيك تروقي فيها أعصابك؟ ما بدي عذبك. هلا عذاب شو مرت عمي؟ أهل عذاب أهل عذابك راح. أهلا وسهلا فيكي مرت عمي، عن إذنك. أهلين يا مو. هذا يلي كان ناقصني، في شيء بتحرق عندي قال. الله أعلم هلأ كم يوم رح تقعد لحتى ترضى وترجع لبيتها، وكم قصة وكم مغناء وكم مشكلة رح تعلق بيننا وبينك. آخ على الحظ يا ماجد آخ. يا مو احكي لي بالتفصيل الممل، ليش متزعلة أنت وأبي؟ هو بيحكي لك. بعرف إنه هو بيحكي لي، بس حابب أسمع وجهة نظرك بالأول لحتى أعرف عاتبه أنا. كان بده يضربني. ليش كان بده يضربك؟ ما بعرف شو صار بعقله فجأة. يا مو شو عملتي له؟ ايه ما عملت له شيء انا. اوف هيك لكان من الباب للطاقة بتضايقت لك بدون سبب؟ ايه بدون سبب. إيه لا مو معقول يا مو. شو يعني انا عم بكذب عليك انا؟ لا سلامتك من الكذب، بس الا ما تكوني قايلتي له شيء كلمة زاحلة برات الطريق. ما حكيت معه انا ولا كلمة، لا حكيته ولا حكاني. بسيطة يا مو، كل شيء بينحل، روقي انت شوي، روقي كل شيء. هلا وقت التليفون هلا كله بينحل يا مو، طولي بالك انت، طولي بالك. بعد الكبرة. ألو أهلين أبي. أهلين يا أبي، أهلين وسهلين. إيه أمي عنا. ليه مزعلة لأمي؟ ليه مزعلة؟ لا معقول يا أبي لكان تضربها؟ شو ما ضربتها؟ إيه ماشي يا أبي، هلأ بوشك لعند بياع الحلو بتجيب لك شوية حلو وبتجي لعنا حلوان الصلحة. إيه ما بتزعلة لأم هادي. أم هادي هي ماشي يا أبي ماشي. الله معك. لسه لبين ما تشرب القهوة. أهلين يا أمو. روقي يا أمو خلص روقي، كله بينحل قلت لك روقي. تفضلي مرت عمي. تفضل هادي. شكرا. لا شكرا على واجب. بلشت المعركة. هلا امي شو بتخسر اذا اخذت الفنجان من ايدها وقالت لي يسلموا؟ شو بتخسر؟ الله يعينك يا هادي حميت. يا ميت اهلا وسهلا.
تفضلي. انت متاكده انها رح تجي؟ طبعا متاكده. طيب ليش لهلا ما اجت؟ تاخري. بسيطه، اكيد انشغلت شوي، هلا بتجي، لا تاكلي هم. مدام نجاح، على فكره انا اخذه على خاطري منك. لا ليش؟ ما زالت تعرفيها مديره، ليش تركتيني اخذ مجدي بالحكي والا بوصفك وما بوصفك وما بخليكي تداومي كمان؟ الحقيقه انا ماني عارفاني انه انت موظفه عندها بالشركه، وبعدين انت ما جبتي لي سيره. طيب انت شلونك معها؟ بتقدري تموني عليها؟ حسب الطلب. يعني بتقدري تصلح الامور بيناتنا وتخليها تغض نظر عن دوامي؟ هيك لا، ماجده نظاميه كتير وما بتقبل واسطه حدا، وانا ما مستعده اتزاعل معها. طيب على راحتك. يا مداخلي بمحطه غيريه. عجبتني. اهلا وسهلا فيك يا مو المهلي. مرت عمو، من بعد اذنك يعني انا بدي اروح لعند جارتنا شوي، عاوزتني بشغله ضروريه كتير كتير، راح اروح شوي لعندها وارجع. ايه ما بطول. ليش عم تقليلي الي؟ خدي الاذن من جوزك اذا سمح لك روحي. ايه مزبوط، انا اخذت الاذن منه وهو سمح لي، بس لما حضرتك اجيتي لعنا قلت لحالي ما حلوه اتركك وروح لعند جارتي، مشان هيك قعدت شربت معك فنجان قهوه، وهلا ما بعرف لازم اروح. روحي ماجدة روحي، الماما مالها غريبه منا وفينا. طبعا مانا غريبه، خدي راحتك مرت عمي، البيت بيتك. طبعا البيت بيت ابني، ما بدي حدا يذكرني بهالشي. عن اذنك مرت عمي. عجبك على تصرف مرتك؟ شوفي يا شو عملت؟ شلون بتترك حماتها وبتروح؟ لك يا مو ما عملت شيء، ساوت لك قهوه وسهلت واهلت فيكي، وهي عندها موعد مع جارتها راحت. شوفي يا هي جارتها اهم من حماتها، عيب، ما بصير هالتصرفات. ضربت بوز ومشيت. هلا هي ضربت بوز؟ اي ما شفتها انت، مشيت لان بالورب، انا اللي شفتها. عيب، انت لو كنت رجال من حق وحقيقي بتقلها ولك. عيب، حماتك عندك، ما بصير تروحي وتغادري. خلص يا مو، هلا هيك رجوليه بنظرك انت؟ طبعا هيك. إذا بنت نظمي أفندي بدها تمشي كلمتها هون بهالبيت وعليك، ليش ناطي هالشوارع؟ إيمون أحسن. الله يستر ما تحلقني إياهم، وليش شلون بيطلع منظري. أهلين تيتا. أهلين بسمة. لوين رايحة؟ رايحة أدرس عند رفيقتي. ما في روحة. بابا الله يخليك. عم تفهمي ولا ما عم تفهمي؟ أنا ما بحب الرفقات يدرسوا مع بعضهم، بيلهوا بعضهم يا مو. ساعة وحدة وبرجع. قلت ما في روحة يعني ما في روحة ولا ديها. قومي نلي على غرفتك. خلاص قومي على اوضتك. هيك بابا أمر، قومي. حنكي وليه؟ اسمعي كلمته. هيك لازم تحكي مع مرتك، مو بس مع بنتك. هيك تنبحت عليها لهديك، مو على بنتك هي صغيرة طفلة بريئة يا حصرتي عليها. هديك لازم تعلي صوتك عليها وهيك تفنجر عيونك وكفين. المعلم الأول. أنا شو أعمل هلا؟ يعني لو كان معنا موبايلات ما كنت دقيت له وقلت له لا يستناني؟ بدك يقطع الفقر وعيشته. قال شو؟ بنت مسؤولة بس بالاسم. ايه مدام وفاء، هي شربنا القهوة. تفضلي احكي اللي عندك. أنا جاي أنصحك وأقول لك تركيني بحالي ويا دار ما دخلك شر. تكرم عينك، رح أتركك بحالك ورح أخليك تداومي على كيفك. بس بشرط. شو هو؟ تعطيني أسماء كل الموظفين والموظفات يلي عم يقبضوا رواتبهم بدون ما يداوموا، ولمين عم يدفعوا مقابل هالشي، ومين متورط معهم وبقضيتهم، وشو دور الأستاذ شاكر بهالشي. يعني بدك يعني افسد لك؟ مانك مجبورة أبدا. عاجلا أم آجلا أنا رح أعرف كل شي، سواء حكيتي أو ما حكيتي. الشغلة كتير سهلة، شوية لوائح من الذاتية وجولة على المكاتب بعرف كل شي. طيب شو بيضمن لي انه بعد ما اقول لك اللي بدك اياه انه ما تجبريني على الدوام مثل البقيه؟ وقعت واعترفت انه في غير عم يقبض وما عم بيداوم. شو مدام؟ شو قلتي؟ بشو؟ عن اذنكم بدي اجيب لكم جيلي. طيب شو رايك بربع الراتب؟ انا راتب؟ راتبي. ما فهمت عليكي. الشغلة ما بدها ذكاء، تاخدي ربع راتبي وبتعفيني من الدوام. تعرفي انت وحدة تافهة مضيعة. لا
شوفي شو صار؟ شو بعرفني؟ هي جارتك وحدة مجنونة. مجنونة؟ لك حاجة تفقس زغى نظري يا؟ يا مو بدنا نلاقينا شي محطة مزهزة هيك شي غنية. ما في شي بينشاف. اجت ماجدة، ما قلت لك ما بتطول يا مو؟ ليكا. دخلة؟ شبه طلعت ضاربة بوزين راجعة ضاربة ثلاث بواز. شو مو عاجبينا نحنا يا بعدي؟ لا ما في شي يا مو، بس فاتت غير أوعية أكيد مشان ترجع تعود معنا. يا سيدي أنت حرام تكون ابن الهدهد. لك يا مو ما فيها شي أعمل لك، رايح شوفها، ما حلوة تقعد معنا بواعي العريب، تغير أوعية وبتجي. إن شاء الله يصفق أبوك سهر الأسنانة. أخ صفق حاله. أخ اجري قيموا هالسريعة من الصالون. ليش هيك عملتي؟ شو عملت؟ ماجدة اوعي تكوني مفكرة كمان ان اوضة النوم مكتبك بالمديرية وحضرتك المديرة العامة وانا مستخدم عندك. بتجاوبي بشكل محترم، انا جوزك، عم تفهمي؟ حاضر حاضر. يلا الحقيني مشان نشوف امي. يلا حاضر حاضر. هذا اكيد امه عم بتله راسه لحتى جاي عم بيخانق ويعيط. لك اخ بس منين بدي لاقيها انا؟ من الموظفين ولا من المعمل ولا من جوزي ولا من حماتي ولا اخر شيء من هي يلي بدها تعطينا ربع راتبها مشان اعفيها من الدواء؟ ولك اخ اخ بس. شوينا مرتك بدر الدجا؟ ليك عم تغير وعيه جاي. شو بقى اجراه؟ ما في شيء، خبطت بالسريعه وانا رايح. اي وظني. يا اهلين لك، يا اهلين بمرت عمي، يا اهلا وسهلا فيكي المهلي. وشلونه عمك؟ ان شاء الله تحسن. الحمد لله مرت عمي، الحمد لله صار أحسن. هلأ بكرة رح نطالعه من المستشفى. الحمد لله على سلامته، ما بتتخيل قديش كنت قلقانة عليه. إن شاء الله ما بتقلقي على غالي، يا حماتي يا حياتي. وإمتى رح تطالعوه؟ على الهوى فضات ماجدة. يعني فيك تقولي بعد الظهر. أيوة بتروحوا أنتم من الشغل على المستشفى. أيوة وبعدين بتمرقوا بتاخدوني مو هيك؟ لوين بدنا ناخدك يا مو؟ على المستشفى. شو بدك تروحي تعملي بالمستشفى؟ بدي يكون أول وحدة تهني بسلامته، أبو رامز كتير غالي علينا لأنه. الله يعلم قدارك. أنا قايمة حضر العشاء. يلا جاي ساعدك. يعود، هي شغلة نسوان مو شغلة رجال، بعدين لأنه صارت قال يعني مديرة عامة، ما بقى تعرف تقلي بيت طين. لا يا يامو، ماجدة ست بيت شاطرة، ما فيها شيء إذا عاونت أنا. عاونت نطعت بتمك إنه شاطرة، عود لكان ما زالت شاطرة. الله يصلحك يا أبي على العملة، ضروري تزعل. قال شو؟ بدها تكون أول وحدة تهني أبي بالسلامة. لك إيه بقصة لإيدي إذا ما كان بدها تروح مشان تعرف مين اللي بده يدفع الفاتورة. إيه بدي يدفعها قدامه وتروح تبلط البحر. إيه لا وشو؟ قالوا أنتوا راجعين من الشغل مروا خدوني. يا حبيبي معناتها ما أنا ناوية تروح مع جوزها وبتطلع عنا لبكرة. أهلين. مين رح يجينا بهالوقت؟ شي سئيل. أهلين يا أبي، ليش تأخرت؟ أنا أصلاً تأخرت مشان ما جاي تحكي مع أمها. تخبرك متغير العقل. تلاميذ أهلين وسهلين. ذكري هالعينتين. تفضلي خالي. إن شاء الله بيسلموا هالإيدين يا حق. إن شاء الله صحتين وهنا يا رب. على قلبك تقبشي قلبي. الحمد لله على سلامة عمو أبو رامز. قدريت أنه رح يطلع بكرة. الله يسلمك إلهي ويطول عمرك ويبعث لك ابن الحلال اللي يسر قلبك وخاطرك إلهي. إيه خالي وعد الحردين، إمتى بدك تحكي لي مع الست ماجدة مشان موضوع أخي؟ آه لتكوني نسيتي.
لا أيوه ما نسيت، إن شاء الله بينساك الموت. بكرة قبل ما نطلع بجيبها وبجي لعندك، منتشكرك وبحكي لك معها بالموضوع قدامك. وأنا بعمري ما رح أنسى لك هالمعروف. هلا قصر الكلام، بدك تقومي تروحي معها على البيت ولا لا؟ لا مالي رايحة، مشان تستفرد فيني وتسفقني كفين ثلاثة ما؟ لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، بشرفي ما حأضربك ولا حمد إيدي عليكي. ها؟ ما بصدقك. يا مؤاخذي الشيطان، قومي روحي مع أبي. مالي رايحة. عمو الله يرضى عليك، احكي لك معها كلمتين ثلاثة بركي بتقنعيها. أنا؟ لا عمو، أنا خليني على جنب أحسن. يا مو كرمال خاطري لا تكسفي بخاطر أبي، قومي تيسري معه. عم تقلعني يا هادي؟ أعوذ بالله يا مو، أنت الصدر إلك والعتبة إلي، أنا بقعد بين الشحاحيط كرمالك، شو عم تحكي؟ ما بدك تنيمني عندك لأنك خايف من مرتك. لا يا مو، ما حبيتها منك هالكلمة، كرمال هالحكي تبعك رح تضلي عندي شهر حتى لو تصالحتي أنت وأبي. أبي أمي عندي وأنت تيسر. أنا رايح بس يكون بعلمك، ما برجع بقلك رجعي على البيت، إذا بدك ترجعي ترجعي لحالك. دايم يا عمو. صحتين عمو، بكير بكير عمو. تصبحوا على خير. الله معك، مع السلامة. مع السلامة يا عمو، سلم. مالك حق، زعلتي لأبي. ايه انطمز له شي شوي، شو بصير يعني؟ لك يا يامو، طمزت بيت الهدهد صعبة. ايه تقبر قلبي. يا لطيف شو رأسها يابس. لك انا كيف مستحملها هالسنين كلياتها ما بعرف. مني حدي حردي برتاح منها كم يوم. اهلا وسهلا يا مو. مشهود؟ انت وامي بتناموا بغرفتنا وانا بدبر حالي هون بالصالون. لا ايوه شو هالحكي؟ مرت عمي بتنام بتاخد جوا اريح، لو انا وياك بندبر حالنا هون احسن. شو كل هالقد انا بعبو على عطا تخافي مني ولا لانه صرتي مديره عامه ما بتتنازلي تنامي جنبي؟ لا يا مو لا، الله يسامحك، مو هيك قصدها ماجده. هي قصدها انك تنامي لحالك بغرفتنا، تاخدي راحتك هيك، تتمردحي وتسرحي مثل ما بدك يا مو، مشان واجبك القصة. كتر خيرك وخيرها. أنا رايحة أغير الشراشة. لي علينا إن شاء الله، شو ما حكيت ما بيعجبها، لا إذا حكيت كلمة منيحة ولا إذا حكيت كلمة عاطلة. من اليوم ورايح لازم سكر تمي على الآخر أحسن شيء، تصفل منها لأبنها. يعني ما بقدر أنا مثل ما أقول لك أنه عطول هلأ من خلال حديثنا عم نحكي أنه البشاعة والفوضى المعمارية واللاهوية، أنه ما بقدر حط اللوم الحقيقة، يعني بالنهاية إذا بدي أقول لك أنه حط اللوم على جهة معينة، لا الحقيقة كلنا منتشارك بالخطأ. خربيت مأواها، عم تحكي علي لابني، خربيت على الهسي عم تحكي مشان ما اسمع. لعم ناموا هالقارحة، معناتها هذا الحكي حكيته علي قبل ما تندفس وتنام. ماهر؟ نعم استاذة. شايف هداك المحل بآخر الشارع؟ نعم علمتي. روح جيب لي من عنده كيس ملح وتعا. حاضر، هلا نحن ورايحين نوقف جنبه بناخد كيس ملح. لا هلا روح جيبه وتعا. حاضر.
شوف هادي، انت وامك وكل اهلك على عيني وراسي، بس اني اسمع تلطيشات على الرايحه وعلى الجايه، شي بيسوى شي ما بيسوى، انا ما بقبل بنوب اصلا، ما عاد فيني اتحمل. ها وشو بتريديني اعمل معها لحتى ترتاحي؟ قلع من البيت؟ انا ما عم اقول لك تقلع. لكان شو حاكيه تحل عني بقى، خليها تتركني بحالي. انا عم احترمه وما عم رد عليها كرمالك مشان ما تتزعل مع امك، بس كل شيء له حدود، وانا ما ممكن اضبط اعصابي على طول، بخاف شي مره تفلت معي وجاوبها شي كلمه تزعلها، وانت بتعرف الباقي. دخيلك مجهود بلا ما تجاوبيها، نحن ما صدقنا انت رضيت عليكي وعلي. هلا انت شايفه رضيانه؟ ايه بضل شيء احسن من شيء، الكحل ولا ها. على فكره تذكرت شو كنت اقول لك، مشان موضوع القرض، شو رايك اعمل قرض باسمي؟ لا بتتعذبي ولا بتتشنططي على البنوك، امجد وغسان بيكفلوني وانا بقبضه. شكرا كثير على هالمبادره، بس ما بيمشي الحال. وليش؟ إذا ما كنت أنا موجودة وكان القرض باسمي، مدير البنك ممكن ما يعطينا إياه بنفس اليوم. إيه بهي معك حق، فعلاً اللي أصدقاء كتير قدموا على قروض وما حدا منهم قبض مقلة قبل 15 يوم، مع إنه أوراقه النظامية مو ناقصهم شيء. مدام محل لسه ما فتح. أحسن، طلع. حاضر. أوكي باي. صباح الخير. أهلين مدام، صباح النور. اتصلي بالأساس شاكر خليه يجيب التقريرين اللي طلبتهم منه وخليه يجي لعندي فورا. حاضر. وخبري أعضاء مجلس الإدارة أنه في اجتماع عاجل واستثنائي عندي الساعة 10، وخلي أبو فاضل يلحقني بالقهوة. خمس دقايق بكون القهوة عندي. أبو المجال بدي أطلب منك طلب. شو؟ أنت عم تطلب من أمجد طلبات؟ ليش مين جوز الست المديرة العامة؟ حضرتك ولا هو؟ غسان خراس ولا تتدخل بشي ما بيعنيك. رجال. مور ابو الهد، شو بدك؟ بدي اياك تعمل بيان براتبك وتروح معي على البنك مشان قرض. لعيونك، قرض لها؟ لا لمرتي. الست المديرة العامة بذات نفسها بدها تاخذ قرض؟ ايه، المديرة العامة بذات نفسها بدها تاخذ قرض على راتبها، وين الغرابة بالموضوع؟ ايه لا ولا شيء، بس عادة المدراء العامين بجرة قلم منهم بياخذوا قد القرض اللي بده ياخذوه من البنك بعشر مرات، وهن قاعدين على كراسيهم ما بيتزحزحوا. هدنك مدراء عامين، مرتي مديرة عامة، بتفرق شبر. اه ايوه صحيح، اذا هيك لا اقنعتني. قيمك من العلاق. جاهز ابو المجد؟ جاهز لعيونك ابو الهد. مسك لك اكتب الفاتورة تبع اجرة السيارة اللي جبت فيها الطاولة من المستودع، بلكي بنصرفها من الاستاذ موفق بطريقنا. مو محرز، مبلغ بسيط يا ابو الهد. ان شاء الله يكونوا فرنجين يا اخي، حقك اكتب مثل ما بدك. ها يلا. وهي شو هي؟ قد ايه؟ 45 ليرة. لك كبر خمسة شوي، بيني 40. وهاي كبرناها لعيونك. ها شرف لنتيسر، منخلص شغلنا وبنرجع نحن. يلا لك يا عمي، خذوا راحتكم، جوز الست المديرة العامة ورفيق جوز الست المديرة العامة، امتى ما بدكم تروحوا امتى ما بدكم ترجعوا، ما حدا بيحسن لكم محل الكحل بعيونكم. شوفوا يا غسان، اخر مرة عم فاهمك، يا بتخفف خلاصتك يا اما لا تقي. خلاص. قال شو؟ بدها تاخذ قرض على راتبها، مفكريننا؟ لا لا هبلان. مرحبا بسعيد. اخي ابو المجد، انت روح صرفها من عند الاستاذ موفق، عم بستناك عند معتمد الرواتب. انا على راسي. يلا يا رب. المديرة العامة تحاول إيهام الموظفين في حركة مفضوحة أن يدها نظيفة وأنها تعاني من ضائقة مالية وأنها ستقدم على سحب قرض مالي من مصرف التسليف الشعبي، حتى إذا بعد ذلك ظهر عليها الغنى الغير مشروع تقول للناس إنها تصرف من القرض الذي استلفت. أدخل. صباح الخير. صباح النور. نعم، شو بتريد؟ ايه فريد خلقتك عند الصبح، مو جاي نشحد منك. لك يا اخي مالي فاضي احكي معك، عندي شغل. مالك شايفني عندي شغل؟ تفضل تفضل تفضل. شو هاي؟ شوفت عينك. هذا تقرير عن حادثة وقف الآلات بالمعمل، وهذا بيان بالأيام اللي غابتهم مدام وفاء. هذا رأيك؟ نعم هذا رأيي، وهي أسماء العمال المهملين اللي لازم يتعاقبوا. بس تقرير الأستاذ نضال مدير المعمل بيقول غير هيك.
هو كتب وجهة نظره وأنا كتبت وجهة نظري. ما بدك تعرف شو قايل بالتقرير؟ ما ضروري أعرف. لا ضروري تعرف. وليش بدي أعرف؟ لأنه التقرير بيحملك جزء من المسؤولية. أنا شو لي علاقة؟ الأستاذ نضال عم بيقول أنه اتصل فيك على البيت واستنجد فيك لحتى ياخد منك التعليمات شو يساوي. قلت له دبر حالك. أنا مالي مهندس ولا بفهم بالآلات، وجودي بالمعمل وعدمه نفس الشيء. لا مو نفس الشيء، لأنه بعد ما حضرتك قلت له دبر حالك اتصل فيي وأنا رحت على المعمل وشغلت الآلات. صحيح مو أنا اللي صلحتهم بإيدي، بس وجودي كان هو الأساس بتصليحهم. يعطيك العافية، لو كنت وزير لكنت رفعت لك مكافأة. إيه الحمد لله اللي مانك وزير. حضرتك عم تتمسخر؟ طبعا لا، أنت عملتي عمل جيد وأنا قلت لك يعطيك العافية. ما بدك بسحب كلامي. يا ريت بيكون أحسن. شو هاد؟ خلال 6 أشهر ما أنا مداومة غير 10 أيام؟ نعم. وحضرتك ساكت عنا؟ شو بدي ساوي غصب عني؟ هيك كانت أوامر المدير العام السابق. عندك نسخة عنا؟ عن شو؟ عن أوامر المدير العام السابق. طبعا لا، هيك أوامر ما بتتحرر كتابياً، تنعطى شفهياً. طيب عندك نسخة عن شي تقرير رفعته للمدير العام السابق بتقول له فيه إنه سكرتيرتك وفاء ما داومت مشان ترفع المسؤولية عن حالك؟ طبعاً لا، لشو بدي أرفع له تقرير إذا هو قايل لي إنه لا تدقق على دوامة وخليها الدوامة على كيفها. أوكي، داومت اليوم؟ مبين عندك بالتقرير إن ما داومت. أدريد إنه في موظفات غير وفاء عم يقبضوا رواتبهم وقاعدين ببيوتهم، ودريد كمان إنهم عم يعطوا مصاري لشخص أنت بتعرفه مقابل هالشي. صح هالحكي ولا مو صح؟ مو صح. أنا ما بعرف هيك موظفات وما لي علاقة فيهم، وما بعرف إذا كانوا عم بيدفعوا مصاري لحدا لما لا. مستعدة تقابلهم؟ طبعا. تكرم عينك، بكرة رح خليك تقابلهم وجها لوجه، وإذا ثبت أنك متورط أنا رح أتخذ إجراء ضدك. أما إذا هلأ لحالك ومن تلقاء نفسك بتقلي الحقيقة وبتعطيني أسماء كل الموظفين اللي ما عم بيداوموا ومين متورط بموضوعهم، أنا بعفيك من المسؤولية. شو قلت؟ أنا ما بعرف شي ولا لي علاقة بشي. إيه مثل ما بدك، إن غدا لناظره قريب. تقدر هلأ تتفضل لمكتبك، بس لا تنسى اجتماع مجلس الإدارة 10:00. وصل البلة دقني وبكرة ممكن تشيل ليها. يا ترى مين اللي بلغها انه في موظفين عم بيقبضوا رواتبهم من دون ما يداوموا؟ مثل ما عرفت بقصة وفاء بتكون عرفت بقصة البقية. والله ما لقلي لي هالمرة. احسن شيء اتصل بجماعتي بركي بيلجموها شوي. الو، شو هاد؟ خير؟ شو في مدام؟ مين منظم هالكشف؟ هاد توقيع الأنسي غدير. خير شو بو؟ كله تخبيص التخبيص. شو كانت نايمة وهي عم تشتغل؟ ما بعرف. حكي معها خليها تجي فورا. يلا. حاضر. يلا جوكر جوكر. اي اوكي جوكر جوكر. نزول على 51. اي وافقنا. شادي ها. يلا. يعني أنا والله ماني عرفانة، نحن وين قاعدين؟ بقهوة ولا بمكان عمل وإنتاج؟ ألو؟ أهلين مدام سماح. خير شوفي؟ يلا يلا جاي. شو أنسي غدير؟ مع مين كنتي عم تحكي؟ أنتي ما دخلك.
شو عليه؟ قال يا خبر هلا بفلوس، بكره بصير ببلاش. قلت بتعرفي؟ ما رح كمل لعب، تعي بقى العبي محلي. يلا روح شمشم اخبار. بدك تروح رويتر. شايفتلك. ايوه. انسة غدير، انت منظمه هالكشف؟ ايه نعم، انا منظمته. توقيعك هاد؟ ايه توقيعي. في شي حضرة المديرة؟ نعم في شي. رح اقرأ لك شو عاملة مشان تعرفي شو في. اسم الموظف مازن الغفير. لا لا، اسمه مازن الفقير. المبلغ المقبوض 300 مليون سوري. 300 ليرة حضرة المديرة. تاريخ القبض 35/35/2035. بدك تعطي موظف 300 مليون بالشهر ال 35 بالسنة ال 2035؟ شو هالتخبيص هذا يا آنسة؟ عفوا حضرة المديرة، ممكن أنا أشوفه؟ تفضلي. حضرة المديرة، اسم الموظف مازن الفقير، والمبلغ المقبوض 300 ليرة سوري. تاريخ القبض 3/3/2003. بس يعني في آثار تحريف واضحة كتير، حتى شوف فيها بعينك. شو هالحكي؟ فرجيني لشوف. معك حق. مين ممكن يمزح معك هيك مزحة؟ ديما ولا هيبة؟ ولا ما بعرف يا حضرة المديرة. بسيطة، أنا رح أعرف. اجي معي؟ تعي. أنا شلون نسيت عتاب؟ منيح يلي ما بلشت حقق مع هبة وديما. أنا متأكدة إنه عتاب هي اللي لعبت بالكشف. تفضلي حضرة المديرة ارتاحي. لا معلش ماني مطولة. شو وين الآنسة ديما؟ ماني شايفتها ورا مكتبها. الله وكيلك يا حضرة المديرة، وقت جيت لعندك كانت موجودة بالمكتب. بس ترجع بتسأليها إذا كانت طالعة تتسلى، ترفعي لي فيها عقوبة مشان وقعها. حاضر. وأنت آنسة عتاب، بكرة أول ما بتجي على الدوام بتجي لعندي على المكتب. يعطيكم العافية. فاتت وطلعت وما قالت شي. ليش هي شو كانت جاي تعمل؟ ما في داعي تعرفه، ما في شي بضل مخبى على طول بالفعل إلا ما ياخذ جزاته. فعل شو؟ ألو مرحبا عمو أبو ربيع، أنا ماجدة بنت لأبو رامز. أهلين فيك، كيف الصحة عمو؟ إن شاء الله منيحة. الحمد لله. إيه عمو شو أخبارك؟ إيه مشان هالموضوع بتقدر تجي لعندي على المكتب؟ إيه هلأ. طيب عمو جهز حالك، أنا رح أبعت لك السيارة مشان جيبك. ماشي بانتظارك، مع السلامة. حاضر مدام. مرحبا مدام سماح. اهلين وسهلين استاذ. كيف كيف اخبارك؟ الله يسلمك يا رب. صغيره شلونها؟ الحمد لله ماشي الحال. طمنيني المديره عم تعذبك شيء؟ ابدا بتجنن، ما في منها نيالك على هيك زوجه. قال يدري يلي وما يدري يقول نيالك. نعم لا ما في شيء، بدل فوت لعندها. طبعا فوت، اهلا وسهلا. تفضل. شو هالحكي؟ العزل الرز غير مشي هون. يلا مشروط بيانات الرواتب معي، خلينا نتيسر على البنك. كتير منيح، بس أنا عندي اجتماع مجلس إدارة الساعة 10، بخلصه وبعدين نروح كلياتنا سوا. بس بدك تلفل في الاجتماع بكير لأنه الصندوق بسكر 12:30، إذا بدك تاخدي القرط اليوم. منيح اللي نبهتني، هلا بحاول خلص الاجتماع بسرعة. بس تخلصي اتصلي فيي على المكتب بجي دغري. يعطيك العافية. أستاذ هادي. نعم ماجدة، قصدي سيادة المديرة العامة. انت بتعرف موظفين او موظفات ما عدا وفاء عم ينبضوا رواتبهم من عدم يداوموا؟ بعرف واحدة او تنتين. وليش ما قلت لي عنهم؟ انت ما سألتيني. يا استاذ هادي، اللي بده يعمل شيء منيح لمؤسسته ما بده مين يقله. مزبوط، بس انا بدي اسألك هالمرة، اذا واحد فسد على واحد بيكون عمل شيء منيح ولا قبيح؟ طالما بيفيد البلد اكيد بيكون عمل شيء منيح. وطالما بيضر الناس بيكون قبيح. يعني بفهم من كلامك انه اذا شفت حرامي عم يسرق بيت الجيران ما بتكمشوا بتسلموا للشرطه مشان ما تضره؟
لا اكيد بكمشوا وبسلموا للشرطه. وهدول الموظفين اللي عم يقبضوا رواتبهم من عدم يداوموا كمان حراميه وعم يسرقوا اموال الدوله، ولازم تبلغ عنهم حتى لو سببت لهم الاذى. هيك قنعتيني. بدي اياك تترك كل شيء من ايدك وتتفرغ لهذا الموضوع. بدي الاسماء تكون عندي خلال يومين. حلوه الشغله. ايه شو عليه، تكرم عينيك، غسام مو احسن مني. بتريدي شيء ثاني؟ سلام. لا تحطي. شو بقول حبيب؟ وليش حتى ما يكونوا متفاهمين؟ يا سيدي انا حاسس واحساسي ما بيخيب وخبرتي الحياتيه خارقه، حاسس انه الاستاذ هادي المدير العام يعني ما انا مبسوط بهالوضع. اني وضع؟ وضع انه يعني مرته مديرة عامة وهو جوز الست، يعني وضعه محرج مو هيك؟ لا ماله محرج، اطمن، الاستاذ هادي مبسوط احلى انبساط. لكان ليش كل ما شافني انا وهوية بتفشش فيي؟ يعني شو انا مفشته مفشته؟ والله ما بعرف، اتذكر غلطان لك معه بشي كلمة، عامل لك شي فصل ناقص معه؟ لا. مرحبا يا شباب. اهلا ابو فاضل. الست المديرة بدها اياك استاذ ماهر. خير شو في؟ ما بعرف. هلا بتقابلها وبتعرف. طيب يلا روح هلا بالحاق انا. لا تطول، بدي اياك بسرعه. استنى جاي معك. شريف تفضل. يلا. يبعتهم مالها النومه، ما اسالها. طويت رقبتي. ما عاد عيدها خلاص. عاشت ظلمي العالم، بدي اطقر ضيك، اطلعي. بعدين بقى خلصنا. شوف شو محضرة الخانة مفتوح. مو محضرة فطور، بنت نظمي قال يعني مديرة عامة هي. ما بتحضر فطور. كأني عم باكل من بيت أبوها، فظاعة شو بخيلة، عم باكل من معاشات ابني. هاتي للنكاية بدي افطرهم كلهم لو اكلي قليل. ها بيزيد الطعمي للقطع، ما في قطع يا بعدي. جبنة مرتديلا مرملات. شوفي قلبني تاعي. اهلين عمو ابو ربيع. اهلين عمو، كيف صحتك؟ الحمد لله، تفضل ارتاح. اهلا وسهلا. ان شاء الله الف مبروك الهي. الله يبارك فيك يا رب. يا رب. الحقيقة أنا وخالتك أم ربيع بدنا نجي نبارك لك بالوظيفة، بس كل ما اتفقنا منقول بكرة. يا ميت أهلا وسهلا فيكم، بتشرفوا إمتى ما حبيت. الله يخليك يا رب، وأنا جاي خصوصي لحتى أتشكرك عمو. على شو؟ على وظيفة ربيع. الحقيقة أنا لو ما في شوية مونة بيني وبين أبو رامز ما كنا تجرأنا وطلبنا هالطلب. هو صحيح الطلب بسيط كتير بالنسبة لحضرتك، بس بالنسبة لنا طلب كتير مهم. عمو انت امتى اخر مره شفته لبابا او حكيت معه على التليفون؟ من شي 3 ايام، ولما حكيت مع الوالده قالت لي بس تتامن الوظيفه بتحكي معي. بس الحقيقه انا شايف انه حضرتك حبيتي تبشرينا بالوظيفه قبل ابوك وامك مو هيك؟ عمو ابو ربيع، لا يكلف الله نفسا الا وسعها. بابا حكاني مشان ابنك، وانا للاسف الشديد قلت له اني ما بقدر لبي لك هذا الطلب. قام زعل مني كثير واجته الجلطه ونقلنا على المستشفى. لا لا، وشلونه هلا؟ الحمد لله احسن، اليوم بدنا نطالعه. الحمد لله على سلامته. الله يسلمك. لا 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 لا، الله يلعن الشيطان، يا ريتني ما طلبت منه هالطلب. عمو ابو ربيع اللي راح راح. اول شيء انا كثير بعتذر منك اني ما قدرت لبي لك هالطلب ووظف لك ابنك، ثاني شيء انا بدي اترجاك بشغله. تفضلي عمو تفضلي. البابا كتير محرج منك ومانو قدران يقول لك انه انا غير قادرة اني اوظف لك ابنك، وهالشي عم يعني عم يخليه مهموم ومزعوج كتير، والهم هلأ ما بيسواله. فإذا بتحب البابا وبدك تعمل معه معروف، بكرة أو بعد بكرة بتروح بتشق عليه ومن بعد إذنك يعني بتقوله انه ما عاد بدك توظف ربيع. أكيد هو بس يسمع هالشي رح يرتاح وتتحسن نفسيته ويتعافى بشكل أسرع. وليش لحتى نأجلها لبعدين؟ هلأ برولي عنده على المستشفى. بس قوليلي بأي مستشفى هو؟